وانا بقول لكم الكلام ده، الدكتور معيط والدكتور اهلا بيسمعوا مني الكلام ده والدكتور مصطفى كتير، ان الموضوع البلد اكبر كتير من ان احنا نبقى بندور على ان احنا دوله ناجحه ولا دوله اني عايز اقود اني دوله، عايزين تعيشوا في اني دوله. هو تفتكروا ده اللي بيربي عنده اسره فيها 2-3 وبيعمل جمعيات، وانا بتكلم على غالبيه الناس لسه بسيطه عشان يربيه ويعلمه، عايزين تبنوا مصر وتخلوها دوله ذات شان كده. يعني هو احنا كنا في مغامره واحده دخلنا بيكم فيها، مغامره واحده خدنا مصر ودخلنا فيها؟ بتعتبروا التنميه مغامره؟ بتعتبروا التنميه مغامره؟ بتعتبروا البنى مغامره؟ بتعتبروا الاصلاح مغامره؟ يا ما تختزلوش القضيه بتاعت بلدنا، وما تفرجوش الناس علينا، اصمدوا اصمدوا وحولوا الظروف القاسيه اللي احنا فيها دي لمنحه، وصدقوني كل ما هتصمدوا كل ما هتلاقوا بتعدي، وزي ما عدت الكوفيد والسنتين بتوعهم وكنا بنقول ايه الدنيا بتعمل. وبالمناسبه كنت اقول لهم انا هقفل بيت 5 مليون، يعني 25 مليون اسره او 25 مليون انسان يعني في الاسر دي مش هيلاقوا ياكلوا، احنا ما نقدرش نعمل كده. انا بستفيد من الكلام اللي بيتقال ده لانه بيستدعي موضوعات مهمه يا دكتور معيد والدكتوره هاله. لما بنتكلم على النمو السكاني احنا بنقولها عنوان، وحتى احنا لما بنتكلم فيها بنقولها بنرددها كده برضو فقره، لكن هي تاثيرها جد خطير جد خطير. النهارده ان يبقى في نمو سكاني بالطريقه ديت، الدكتور مصطفى انا بس مش عايز عشان ما يصحش ان انا اتكلم في حق دول بالاسم، في فتره كتبت من ضمن في بدايه المحاضره اللي فاتت قال المجاعه بتاعت دوله معينه، المجاعه دي عادت من 52 ل 68 مات فيها 25 مليون مات فيها 25 مليون ده مش كلامي بس احنا يعني ما يصحش يعني. انما وعملوا البرنامج بتاع ضبط النمو السكاني من 68 واطلقوا الانجاب 2017، صح كده يا دكتوره؟ صح كده؟ 2017 بعد ما عملوا ساعدوا ونظموا وقدروا يعملوا تنميه تحقق ليهم ان هم، واتحطت طبعا يعني بقت دولة عظمى، بقت دولة ايه؟ عظمى. اوعوا تفتكروا لما دولة يموت منها 25 مليون من قلة الأكل، ما قاموش هدوها، ما قاموش ايه؟ لا ما قاموش هدوها، قاموا يبنوها، ولما قاموا يبنوها بقت عظمى. النهارده بقت ايه؟ عظمى. ده الدرس اللي تتعلموه، دي الافلام اللي تجيبوها، دي الافلام اللي تتعمل عشان نتعلم يعني ايه. لكل من بيتكلم وعايز يعرف يعني ايه دوله، الدول ما بتجيش كده، الدول لا 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 لا، كل الخمس نماذج ولا الست نماذج اللي الدكتور مصطفى حطهم كلهم تضحيات. كوريا الجنوبيه تضحيات، سنغافورة تضحيات، ماليزيا تضحيات، الصين تضحيات، تضحيات مش بس في الـ ان الناس بتعاني، لا تضحيات في العمل، ناس بتعمل وما بتاخدش حاجه، ناس بتعمل وما بتاخدش حاجه. فانا يعني بس من دايما الدكتور معيط يقطع قلبي بالكلام بتاعه في الفلوس، كل مره يقول لك احنا والله الماليه العامه كويسه جدا وانا شغال طول النهار، مش كده يا دكتوره؟ لكن يعني انا بحييكم طبعا يا دكتوره هاله والدكتور معيط،
وانا هيتصور ان انتوا محتاجين تكلموا كتير مع الناس وتاخدوا بس فقره صغيره كده وتجيبوا نماذج من التاريخ، عشان يعني ده كان في حوار وطني كنت اتمنى ان انتوا يعني مشاركتكم فيه تبقى اكتر من كده بكتير، ومساهمتكم في الكلام تبقى اكتر من كده بكتير، عشان لان اللي بيتكلموا زمايلنا وفيهم اقتصاديين وفيهم كلام من هذا القبيل ولهم رؤى ولهم اراء نحب ان احنا نستفيد منها. يعني دكتور احمد جلال كان بيقول كلام كويس قوي على اسلوب علاج، يعني ازاي نحل المساله، واحنا محتاجين ده من كل من شارك معانا في الحوار الوطني. انا ما اطلقتوش يعني كنوع من ال يعني مش طرف، يعني مش مجامله، احنا قلنا ان احنا عايزين نسمع بعض ونتكلم مع بعض بجد، نتكلم مع بعض بجد. بس فكان فرصه ان احنا، وعشان كده قلت ان انتوا يا ريت تكونوا دايما موجودين معانا في كل مناسباتنا وكلام رزق يسمعوا، لان برضو الاعلام في التلفزيون مش كل حاجه والناس برضو ما تبقاش، لكن انتوا قاعدين معانا تسمعوا الكلام ده، تعرفوا 2011 عملت في بلدكم ايه، و2013 عملت في بلدكم ايه، والجهل عمل في البلد ايه. الجهل كنت والله كنت اقول لهم يا جماعه البلد دي هتضيع كده، محدش يعمل في بلده كده، خلوا الناس انت تشوف شغلها، مش تعينوا 1.5 مليون يا دكتور في ال في ال في السنه دي والحسابات الخاصه والجهاز الاداري ده، يا نهار ابيض، وتزود المرتبات من 80 ل 240 مليار، ولا انا نسيت ولا ايه؟ مش كده يا دكتور؟ ايه ده؟ طب المؤشر بتاعها بقى له 43 سنه كده، يعملوا في نفسنا يعملوا فيها كده؟ وبعدين يقول لك احنا هنحكم بالله. يا بالله؟ ده ما حدش يحكم بالله الا لما يكون في السماء، لو يعرف ربنا صحيح. متشكر جدا. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.